هو الايفنت السنه دي كان غير كل سنه. انا حضرت الثلاث ايفنتات السنه الاولى والسنه الثانيه، والمره دي ما شاء الله كبير، وكل مره بيعملوا لي حاجه في شخصيتي انا بتجدد، وبيعملوا لي ريفيل، يعني ببقى مقبل على المذاكره ومقبل ان انا ضامن حته ان شاء الله انترناشونال او حاجه كده، بيدوني امل في بكره، فانا فعلا بستناهم من السنه للسنه. وكان ايه الموضوعات اللي اتكلمت فيها في ايفنت النهارده؟ اتكلمنا في الليجل رايتنج، اتكلمنا في ان احنا ازاي تقابل هدفك. كان في معانا واحد بتاع اتش ار بيقول لنا ان الموضوع مش موضوع حاجه، احنا مش بنرخم ولا اي حاجه، احنا بس بنبقى جايين عايزين نشوف واحد عنده باشن ولا لا. اتكلمنا في كام حاجه يعني، الحمد لله حلو. وايه اللي انت حابب تشوفه في المنصه الجايه؟ يعني نفس الكلام، وان شاء الله مستني بقى ان نخش في تكنيكاليتيز اكتر. يعني احنا اتكلمنا النهارده في حاجات جنرال بيرسونال، يعني ان انت تبقى زي شخص ناجح، بس ما كناش بقى في تكنيكاليتيز مثلا شركات، ما اتكلمناش في حاجات ديت. هي اتس اوكي عادي، بس يعني ممكن انا مستني الحاجات دي ان شاء الله المره الجايه.